يتخذ طالب سوداني مكافح في عام 1994 قراراً جذرياً بأن يصبح ثرياً، وينطلق للعثور على أشهر ساحر في ذلك الوقت. كان مصمم على الخروج من الضائقة المالية، لكن هل سينجح؟ اكتشف الآن. شعيب هو ساحر سوداني الجنسية، كان مشهور جداً في فتره التسعينيات، واستطاع تحقيق أموال كثيره جداً بسبب السحر، حتى ارتكب أخطر جريمة حصلت في السودان في ذلك الوقت. القصة هذا طبعاً من ملفات الشرطة السودانية. في سنه 1994 كان في شاب سوداني عنده حلم أنه يصير رجل إعمال، وكان عنده مجموعة من الأفكار الاستثمارية التي تحقق مكاسب مالية كبيرة، والشاب كان يعيش في ولاية النيل الأبيض، وبسبب نقص الحبرة لهذا الشاب هذا خسر جميع استثماراتها، وخسر أموال كثيرة جدا، وهذا لأنه كان عندها حلم على الثراء. ثم بدأ الناس المشاركون مع الشاب في المشاريع فاصلة يطالبون الشاب السودن بأموالهم، فلجأ العالم الأسحر لأنة لما يستطيع توفير الأموال. قرر هذا الشاب أنه يذهب عند ساحر معروف في الوقت ذا اسمه شعيب، وكان في نوع من أنواع السحر المشهور في الوقت ذا اسمه سحر تنزيل الأموال، وكان هدف هذا النوع من السحر أنه يزيد الأموال على الشخص الذي يطلب السحر. وكان الساحر يطلب أموال كثير جداً عشان ينفذ، وكان شعيب أشهر ساحر في أعمال السحر الأسود بجميع أنواعها، وجميع الناس كانت تخاف منه لأنه كان يقول للناس أنه كان على علاقة قوية بالجن، وكان بيعتمد في جميع أنواع السحر على الزئبق الأحمر، وهذا كان السبب ليخلي شعيب يطلب مبالغ كبيرة لكي ينفذ لهم السحر، لأنه كان يأخذ جميع الأموال ويشترى بها للزئبق الأحمر. وكان عنده اثنين مساعدين، واحد اسمه نورة والثاني اسمه محمد. الاثنين كانوا مكلفين يحضروا زبائن للساحر شعيب، وأيضاً كانوا مكلفين يقنع الناس بالسحر الذي يقوله شعيب، وأيضاً يقنع الناس بالتكاليف المالية التي يطلبها شعيب. ولمن قرر الشاب بالذهاب إلى الساحر شعيب، اجتمع مع مساعدين الساحر، وهم سمعوا منه المشكلة كامله، وعرفوا يكون طريقة التي سيستخدموها للنصب فيها على هذا الرجل. وبعدها راحوا لشعيب وقالوا الساحر على مشكة هذا الشاب، واتفقوا على وقت عشان الشاب يأتي عند الساحر شعيب، وأقنعوه أنه يريد سحر تنزيل المال لأن الشاب يخسر مبالغ مالية كبيرة ويوما. وبعدها وافق هذا الشاب على كل طلباتهم، وذهب إلى شعيب، وشعيب طلب منه مبلغ مالي كبير لكي يشتري الزئبق الأحمر. وثاني يوم من مقابلتهم، شعيب صنع للشاب سحر تنزيل الأموال لهذا الشاب، وبعد عدد من الأيام لاحظ الشاب عدم تحقيق أي شيء، وأن الخسائر تزداد باستمرار. الخسارة بتزيد كل يوم، رجع مره ثانيه وراح لشعيب على البيت واتهمه أن السحر أي عمله كان فاسد، ولكن شعيب وأعوانة استطاعوا إقناع الشاب بحاجة جديده. أقنعوه أن السحر هذا من الضروري أنه هو ينعمل بمبلغ مالي كبير جدا لكي يتضاعف المبلغ ويكسب أموال أكثر. طلبوا منه شعيب والي معه أنه يجيب جميع الأموال ويبدأ في طقوس سحر تنزيل المال. اقتنع الشاب بكلامهم وراح أخذ كل أموال وثروته اللي بقيت وأعطاها لشعيب، وبدا شعيب والمساعدين معه والشاب أيضا معهم يبدأون في طقوس السحر على المبلغ الذي أحضرته الشاب. وبعدها شعيب طلب من الشاب يرجع له بعد 3 أيام لكي يأخذ الأموال بعد أن تضاعفت. مرت 3 أيام، الشاب هذا راح على بيت شعيب، لكن المساعدين نورا ومحمد اقنعوا الشاب هذا الموضوع باقي يحتاج يومين زيادة، لكن الشاب هدد الساحر ومساعدينه، ثم بلغوا شعيب بهذا الكلام. راحوا بلغوا شعيب بالتهديد، قالهم شعيب أنا لشاب يأتي بعد يومين لكي يأخذ أموالك. لكن بعد مرور يومين الشاب اختفى من السودان ولم يعثر أحد على الشاب،
وبعد اختفائه بيومين أهل الولد ذهبوا للشرطة لكي يبلغوا عن اختفاء ابنهم لأنة اختفى، لكن الناس المشاركون مع الشاب هذا جالهم إحساس أن الشاب هرب خارج البلاد لأنه نصب عليهم، وكانوا متأكدين أن أهل الولد عارفين أنه هرب خارج البلاد. بلغوا رجال الأمن وبعدها بدأوا التحريات لكي يعرفوا ذهب الشاب إلى أين. كل الشهود أكدوا أن الشاب هذا آخر مرة شافوه كان بيقول أنه ذاهب إلى بيت شعيب لكي يعملوا بعض الأعمال السحرية. بعدها رجال الأمن استدعوا شعيب وبدوا يحققون معه، لكن أنكر عن الشاب. جاله البيت تماماً وانه في عدد كبير من الناس بترددون عليه يومياً بسبب أنهم بيفتجون يعملوا لهم أعمال سحريها. كان ما في أي دليل على شعيب وتم إخلاء سبيله. شعيب كان شخص مخيف جداً، وبيته كان كله تعاويذ سحريه وطلاسم، وكان دائم يطلع أصوات في الليل مخيفه من بيت شعيب، وبرغم من الأمن إخلاء سبيل شعيب لأنه كان في ضابط أمن سوداني شاكك في شعيب وبدي يراقب شعيب بدون ما يلفت الانتباه. لحد ما جاء يوم شاف النور المساعد الشخصي لشعيب كان ماشي في الشارع وقبض عليه وأخذه على قسم الشرطة يحقق معه. قاله شعيب أبلغنا أنة السبب في اختفاء الشاب هذا. بعدها نور خاف من تحمل المسؤولية وحده، فطلب من رجل الأمن إنه يعدها أنها يحميه من شعيب. لان للناس كانوا يخافون من الساحر ويرد دواء أنا شعيب ساحر لا يرحم. رجل الأمن وعد نور أنه يحميه من ناحية شعيب، وبدأ يعترف نور وقاله لما الشاب جنن البيت وعرف أن السحر كان فاسد ولم يستطع زيادة الأموال، وقالنا كلام يهددنا فيه أنه بيروح الشرطة ويبلغ علينا. شعيب قرر أنه يتخلص من الشاب وراح حفر حفره كبيره تحت السرير الخاص فيه في غرفه نومه، وجاب برميل ومجموعة من الأكياس البلاستيك وطلب من نور ومن محمد إنهم يبلغون الشاب لكي يستلم أموالا. أول ما الشاب دخل، شعيب جعل الشاب يدخل على الغرفة الخاصة وقام بقتلة وبعدها قطع الشاب إلى أجزاء صغيره جداً وحطها داخل البرميل والأكياس البلاستيك ودفنه في الحفرة التي أعدها تحت السرير. رجل الأمن فوراً قام بالقبض على شعيب وتفتيش الغرفة، استخرجوا الجثة من تحت السرير واستخرجوا أيضاً عدد هائل من أعمال السحر وتعاويذ كثيرة. تم الحكم على شعيب بالإعدام، وهذا كانت نهاية الساحر شعيب. لو أعجبتكم القصة نرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة مع الأصدقاء حتى يصلك كل جديد.